علاقاتنا مع إسرائيل علاقات واضحة، إحنا ندعم عملية السلام. اتصالاتنا مع إسرائيل صحيح أنها مستمرة، وعلى شاشتكم تصورون الإسرائيليين موجودين في الدوحة، ولكن موقفنا إحنا في قطر موقفنا واضح. قطر الدولة اللاعبة لدور الشيطان في المنطقة، فهي الحليف العربي لإسرائيل سرا وعدوتها علنا. إعلام قطر الموجه على رأسه قناة الجزيرة، أول المتاجرين بالقضية الفلسطينية والمروجين لدعم تميم بن حمد ورجب أردوغان لغزة، وهما المنتقدين الأشرس لمساعي الدول التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، كما ينتقدان أي بادرة نحو السلام في دول إقليمية أخرى. خطاب الذي عنه عداء واسع للكيان الصهيوني من جانب تلك الدولتين، لكنه لا يتعدى حقيقة أنه مجرد سيناريوهات إعلامية منظمة فحسب. فواقعا الاجتماعات السرية التي تجمع أمير قطر مع رئيس المنظمة الصهيونية الأمريكية مورتن كلاين تتواصل منذ فترة بعيدة، متزامنة مع اجتماعات وزير الخارجية القطري مع وزير الدفاع الإسرائيلي السرية هي الأخرى في جمهورية قبرص، ناهيك عن الزيارات المستمرة لسفير قطر في غزة إلى إسرائيل. واكتسبت قطر من شبكتها مع إسرائيل توطيدا لعلاقاتها مع أمريكا ومساندة من تل أبيب لكي تصبح عضوا بمجلس الأمن وتسمح لها بتمويل حماس. تركيا وقطر هما الدولتين الأكثر استفادة من إسرائيل اقتصاديا، وكسبتا في جذب الاستثمارات في قطاع الزراعة والصناعات الدفاعية، كما أن التبادل التجاري بين قطر وإسرائيل بلغ نحو مليار دولار، بينما يحرض تميم بن حمد باقي الدول ضد صفقات الغاز ويدعو للمقاطعة.